اهلا بكم وحلقه جديده من بصراحه. الحقيقه النهارده ضيوفنا مميزين جدا، ولكن فيهم ضيف عزيز جدا على قلبي، وفي نفس الوقت يعني مش عارفه اسميه، عبقري اصيل لن يتكرر. احنا معانا الفنان الجميل الكبير، الفنان طارق الشيخ. معانا ضيف برضو بنحبه وبننتقده كتير، لكن بنحبه جدا 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 جدا. بقى نجم ومشواره متهيألي انه كان صعب، ولكن وصل. الفنان سعد الصغير. اللون اللي طارق الشيخ بي 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 بيغنيه ما بقاش مطلوب دلوقتي؟ لا والله مطلوب. طول ما ليك جمهور، طول ما انت مطلوب. مالكيش جمهور يبقى خلاص. لما ناس كتير من غير زعل، من غير زعل، لما ناس كتير لقيتك بتغني في شارع الهرم قالت لا، ده طبعا فيلم شارع الهرم بتاع سعد، ما انا شاورت، ان لقيت ان لا، ده طارق يا اما بيعاني من ازمه ماديه، يا اما قال لك اغير اللون وابقى مع بقى السبكي وسعد وكده عشان ابتدي امشي مع الموجه دي. لا، هي مش مساله تمشي مع الموجه، هو الموضوع ان انا ما اشتغلتش في الحاجه دي قبل كده. وسعد اكتر من مره كلمني في الموضوع ده، والدليل ان انا اكتر من برنامج قلت ان سعد هو اللي دفع حق الاغنيه كمان، وخدني، وهو اللي خدني وداني عند الحاج احمد السبكي، وهو اللي اصر ان انا اعمل الاغنيه. وقبل ما اسجل ناس كتير الاغنيه قوي اتهمتك هو ان اللي انت جالي عايز الاستوديو. تقضي على اسم طارق الشيخ عشان كده جبته في الفيلم. دي نفسيات بقى. مبدئيا بص حضرتك، انا عشان نبقى نتكلم بسرعه، انا اللي جبت طارق الشيخ لان انا بعبده. صوته الفنان طارق الشيخ، طارق الشيخ صوته صعب جدا تلاقيه في الساحه دلوقتي، صعب جدا. انا مع احترامي لكل الناس فجبته عم احمد السبكي. الموضوع بس انت عارف ان الناس مش هتحبه ان هو يرقص ويعمل ويساوي، هو كان ليه لون كده بعيد عنكم خالص. اغنيته بقت نشيد وطني في كل مصر دلوقتي، ما فيش مطرب بيغني في الهرم في اي حته لما يغني اغنيه طارق. نشيد وطني؟ نشيد يعني لازم يغني، اول ما يغني حافظ الاغنيه ديت يغنيها، مش حافظ الاغنيه دي ما يشتغلش. انت؟ طبعا يا ابو امه جامد وبلدي، انا بحبك يا ابن بلدي. انا ما خفتش من استاذ طارق الشيخ، صوته قد 10 مرات فهين ابيض، ومش فارق معايا اي حاجه، ورحت دافع فلوس من معايا. لا بس 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 حتى طريقه الكلام فيها نجوميه. انا اللي جبت طارق الشيخ، مش بس ما يقصدهاش. لا هو انا بصراحه لا اللي جبته، انا ما قلتش حضرتك. ما يقصدهاش انا اللي ازاي؟ جبته. اصلا انا اقول لك على، اقول لسيادتك على حاجه. يعني انا اعرف سعد من قبل حتى ما انا ابقى طارق الشيخ. يعني من قبل. ايوه بس هو قال كده ولا انا ما سمعت غلط؟ قال انا اللي جبت طارق الشيخ. اي انا ما مش قصدي حاجه، يعني هو ما قصدش حاجه. راجل انت اللي بتشغله. ده انا عامل لك مفاجاه دلوقتي حضرتك. بص الكلام أيوة الجميل. انت اللي بتشغله يعني؟ مش شغاله، ربنا جعلني السبب ان انا اوديه كلنا لاستاذ احمد السبكي. وانا صعبان عليه بصراحه، يعني عايز اقول لك بكلمك وانا ممكن اعيط. على ايه؟ صعبان عليه من طارق ان هو يعمل معانا. يعني انا ما بعد اللي انا بعمله لحضرتك دوت، وبطبل وراه ويقول للراجل المعد بره، بقول لك ايه، انا عارف ان رامي سعيد تمام، وزي ما بتقولوا كده بالانجليزي وان واي، ساعه صغير بقى يقعد يرقص بقى واللي بقى راسه بتاع، انا عامل برنامج معاه. قول له ما يرقص، ما توقعش ان اخويا وحبيبي وتعمدت في شارع الهرم. مش موضوع البرنامج دلوقتي، مش هينفع نتكلم. طب ما انا بقول لك هات احمد الهواري وهقول له ايه بس كده. مش هينفع نتكلم فيه دلوقتي. حد وقع بينكم؟ ممكن يكون هو رايه انه مش عايز يطلع معاك في برنامج، يعني الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. انا يا فندم ما فيش مشهد امسك طبله معاه في الفيلم. انا على فكره كنت معارضه ان اللقاء ده تبقوا مع بعض. طب وليه؟ لا يعني كنت شايفه ان اللون اللي انت بتقدمه مختلف، يعني مفيش حاجه متشابهه نتكلم فيها. انت بتعمل طرب، هو بيعمل حاجات نقول عليها لا. ايه انت قلت مونولوج قبل كده؟ مين اللي راجل جمهوره؟ مونولوج ايه؟ انا طرب ايه؟ انت طرب قلت ايه قبل كده مونولوج؟ انا مفيش طرب حضرتك دلوقتي في مصر، مفيش طرب. حضرتك هتتكلم بصراحه؟ مفيش طرب؟ لا مفيش طارق الشيخ؟ لا مفيش طرب، لا مفيش طرب. مفيش طرب، موجود. بناكل عيش، احنا بناكل عيش حضرتك. مفيش سعد صغير، مفيش طرب. يعني انت لغيت طارق الشيخ؟ لا نتكلم بصراحه، يا ابو ام جامد وبلدي، استاذ طارق عملها كسر مصر بعد كده يشتغل. طب ماشي ماشي. طب ما انا كنت شغال من قبل برضه بعمل ايه؟ لا لا كنت بتشتغل اوردر واحد اتنين، دلوقتي بتعمل خمسه في اليوم. ما هو مش بالشغل. معلش بايه بقى؟ لا لا لا، هاتوا نجم، هاتوا ابو ام جامد وبلدي. مش بالافراح يعني احنا نعمل اغاني ترقص؟ لا بكم جمهورك انت بتنزل شريطك، جمهورك بيروح لك قد ايه؟ تنكر جمهورك زاد لما حضرتك طلعت معايا؟ ايه؟ لا 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 يا عم، ده انا هتشرف بيك. انا لا بتكلم بس حضرتك، انت حضرتك. انا مش هتكلم. اتفضل اتفضل. تنكر يا طارق؟ ايه تنكر ان انت في فيلم
في شارع الهرم، اما طلعت مع سعد الصغير بقيت تلعب كل يوم 4 عروضات وخمس عروضات لدرجه ان انا بكلمك على عروضات الاجنده مش يا فاضي. عم طب ماشي يا حبيب قلبي، ما انا يبقى جمهورك زاد ولا مش زاد؟ يا حبيبي زاد انا زاد بفضل يعني سعد الصغير، طارق الشيخ زاد بفضل سعد الصغير. يا حبيبي هقول لك بس على حاجه، انت اول الناس اللي حافظت شغلي كله. استاذ طارق انا كنت قاعد مع استاذ محمود، انت كنت قاعد مع استاذ محمود عبد العزيز عند شريط ندم عمرك ده. شريط ندم عمرك ده بص للارقام اللي هي مش محققه بقى، مش كما بص على لولاكي كسر مصر كلها وقعد في البيت. لولاكي ايه؟ مش بالشريط، انا عامل صبع. لا بالشريط، لا مش لا 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 الفنان بالبوماته. لا 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 انا كتالوج. لا 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 انت مالكش كتالوج. لا لا استاذ ليا ستة استاذ. انا ستة ايه اللي تتا 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 تتا. لا الناس حباني. لا لا حباني يا استاذ طارق، وانا حابه تشوفك ترقص. الحمد لله. مش كل الناس بتحبك بعد اذن حضرتك عشان تبقى معايا. التا تا 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 رحت انت عامل زي تا 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 وبتلعب خمس اوردرات كل يوم. ما هو يا ابو قوام جامد وبلدي برضه فيها غنى مليانه غنى، يعني مش هي رقص بس. لا رقص، لا لا رقص يا استاذ. انت كنت بتفتح شغلك بمستحيل ابدا اللي هي مش بتاعتك. انت كان قدامك واحده متحجبه يا استاذ تقول لي البوم، كان قدامك واحده رقاصه ما كانتش متحجبه. يا استاذ تعالى نتكلم يا متعدد دلوقتي. طارق الشيخ بعد شارع الهرم بيلعب كام يوم كام اوردر في اليوم، وقبل شارع الهرم بيلعب كام يوم؟ هو رد عليك وقال لك يوم ما اشتغلت. انا بقالي 20 سنه اسمي طارق الشيخ. على قد ما انت استاذ يا استاذ طارق، انت استاذ. انت خليت فيها استاذ. لا استاذ اتكلم بصراحه. انت خليت فيها استاذ. نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه مع الفنان طارق الشيخ والفنان سعد الصغير والصدمه العصبيه اللي انا فيها. نروح لفاصل. لا انا استاذ. ايه يا استاذ؟ على فكره بقى عشان تبقى بص يا ابويا حضرتك والرقص مش عارف ايه والكاميرا هو بيقول ان اول اغنيه عملها، اول اغنيه هو عملها انت كنت بتغنيها لما بتطلع افراح. طب طبعا ده شرف ليا. طيب امال ايه؟ بس يا هو اللي معلمك. انا بتكلم على انه هو بيستنكر من الرقص ومش عارف ايه. طب ما انت عملت زي وخدت تا 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 عملتها رقص برضه. بس انت بتقول، انت بتقول مصيبه. مسلسل محمود عبد العزيز اللي هو ما اعرفش حضرتك، مسلسل محمود عبد العزيز اللي عمله حضرتك انا اللي مرشحه، انا اللي مكانه محمود عبد العزيز. يعني انت بتقول طارق الشيخ بقى يشتغل بعد ما اشتغل معايا، انت فاهم الجمله دي يعني؟ دي حقيقه اهو. وخليت محمد عبد المنعم واقول لك حاجه، رحت عامل كده اهو والسنين اللي فاتت. تعالى يا عم محمد، تعالى عمالك الراجل ده حبيب قلبي عايز اغنيه تربيه تربيه تشغله والفلوس اهي. ومحمود عبد العزيز كان عند استاذ محمد احمد السبكي وقلت له عشان خاطر عندي حته دي مطرب يكسر مصر، راح عمل المسلسل. عندي حته دي مطرب على استاذ طارق الشيخ. يا عم انت في ايه؟ طب اقول لك حاجه، بقول لك ايه يا استاذه، بقول لك يا استاذه اللي متحزله. انت متحزله يا استاذه؟ متحزله خلاص. والله العظيم ما كان عارف هتتحيزني ليه يا عزيز. ما كانش عارف. طب خد المفاجاه دي. طب هو يقول لي، هو يقول لي احمد السبكي ما كانش عارفه لما جبته وهو كتبني. ليه كده؟ رديت انا قلت له ده عمرو دياب يا ابني، ده عمرو دياب. هي هو احمد السبكي اللي عمل فينا كده. بالظبط كده. احمد السبكي اللي عمل فينا كده، الحاج احمد طبعا. راسي بقى وحش دلوقتي. الحاج احمد السبكي هو اللي عمل فينا كده، يلا نرجع يا جماعه. الفنان طارق الشيخ، مين الناس دلوقتي اللي بتغني وانت مش موافق انها تبقى على الساحه؟ بس انا عايزه اسامي. لا انا ما احبش اذكر اسماء. ليه؟ يعني عشان اصل كل واحد بياخد رزقه في دي نصيحه. يخاف يا استاذ يخاف. لا انا ما بخافش. لا والله لا والله. خلي بالك احنا اللي انت ما تعرفيش حاجه عشان حضرتك بتعملي خير، مش فاهم حضرتك دلوقتي مثلا هو قال ايه؟ مثلا الليسي. الليسي هيعمل ايه بقى؟ مش هيدي له مثلا اوردر، لانه برضه هو بيدي له اوردر كلنا مع بعضينا. الليسي الليسي اللي بيشغل طارق الشيخ برضو، وطارق الشيخ بيشغل الليسي. ليه شغله؟ ليه هو شغلني؟ ليه جاله زبون لطارق الشيخ صاحبه انا عايز الليسي فبيكلم الليسي. انا عمري ما لا 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 ليا دعوه بفرح حد، انا بروح على معادي وبمشي على معادي. طب بالله عليك، بالله عليك والله انا حضرتك ما سافرتكش سفريه ولا حاجه؟ فين سفرتين ولا حاجه؟ ولا اتكلمت كويس في حاجه في دبي؟ ما انت غصب عنك تتكلم عني كويس. يعني غصب عشان انا كويس. ليه غصب عنك؟ ما شفتش منك الا كله كويس. بتديني نسبه وهي مش بالنسبه. والله اجدع كلمه قالها من اول. مش بالفلوس. ايه قال لي؟ ما سمعتهاش حضرتك. قال لك غصب عنك تتكلم عني كويس. غصب عني ليه حضرتك؟ والله واقول لك على حاجه، والله غصب عنك ولو 10 قدك بالظبط غصب عنهم يتكلموا عني كويس. والله برافو. انا شايف الحلقه فيها تطبيل. لا انا هيشغلني مع ايه بقى ان شاء الله؟ عارف اهو ماشي. اشتغل مع استاذه بتشغلني على الغلط ده يا استاذ طارق. استاذه بتشغلني. لا انا بس يا ابن البلد متشكرين يا ابن البلد. انا بحييه ليه؟ بحييه ليه؟ لانه لازم يبقى عارف حجمه
ولازم يبقى عارف ان حتى لو دلوقتي حد بيتنجم عليه او بيشتغل اكتر منه او بياخد في افلام اعلى منه، هو لسه طارق الشيخ وسيظل طارق الشيخ. هو ده اللي انا بتكلم فيه. لو بتتكلم مش بحييه عشان هو بيقول حضرتك كده. حضرتك انت حضرتك يعني غلط فيا وانت حضرتك ما اتكلمتيش. لو بالحجم حضرتك يقعد بقى يغني في الاوبرا وخلاص، وهي بالاوبرا وانت تعرف تغني زي اللي في الاوبرا ولا تيجي جرام زي اللي في الاوبرا؟ اللي في الاوبرا دول حاجه تاني خالص، مش مفاجاه قدام الناس. انت مش معتمد على التلفزيون وانا معتمد على التلفزيون. مين ده هو؟ مين انا خريج معهد؟ انت حضرتك مش خريج معهد. معهد ايه بس؟ انهي معهد؟ معهد فنون شعبيه. انهي معهد بس؟ اه كونست فور. ايه ايه الكونست فور؟ اه ايه اللي ايه؟ اه خريج معهد المؤسسه يا فندم يا استاذه. ممكن تسالي تقول له معاك كارنيك كارنيك زعوة تلفزيون في المؤسسه يا ست الكل. انا اول اغنيه زعتها اجرح زعت اغنيه اللي هي بدور عليك دي سنه 2000، كان اعتماد اذاعه وتلفزيون زايع اعلانات من سنه 96. ده انا عشان احفظك لا بس. انا مش عارف دي انت بس. ده انا اعرفك بس بصراحه قفلت عليا بابي دي، كنت منزلها 94، كان الاعتماد تلفزيون بس، كنت بذيع اعلانات بإذاعة اعتماد التلفزيون. بعد كده قالوا لي الاعتماد يبقى لجنه موحده اذاعه وتلفزيون. رحت داخل تاني امتحان ونجحت فيه، ورحت زايع تاني كليبات سنه 2000 اعتماد اذاعه وتلفزيون. لسه كنت انت بتطبل وبترقص فنون شعبيه وحطابه واسكندراني، تقول لي انا طارق الشيخ بجمهوري على مش بيا. انا لا رقصت، انا لا رقصت فنون شعبيه ولا رقصت. ما تقعدش صوت تتغر وتقول طارق الشيخ طارق الشيخ. مين طارق الشيخ؟ مين طارق الشيخ؟ اخرج بره هنا قول مين طارق الشيخ. مين تعمي يعني؟ مين حضرتك؟ دين اماره حضرتك؟ دين اماره بس. لا تعالى نمشي بره حضرتك واتفرج المعجبين عليه وعليك. يا حبيبي بس اللي انا بوصله لك ده بس. بس يعني انا ما رقصتش عجاله ولا رقصتش شعبيه. انا ما غلطتش في حضرتك يا ستاري. والله دلوقتي بقول لك يا ستاري انا ما غلطتش. لا اله الا الله. انا وريت يعني. هو ما يغلط اقعد اسمع. لا هو ما غلطش. هو بيقول لك انا طارق الشيخ. بس كده يا عمي. يا فندم انا منطقه شعبيه لو غلط اغلط طبعا. انا ما ينفعش ضيفي تغلط فيه. لا اغلط لو غلط. لا ما ينفعش. طب هاتي الحقيقه حضرتك. ما ينفعش وانا قاعده تقول له انا هغلط فيك. طب ما غلط فيا اهو. انا غلطت فيا. طب غلط فيا يا فندم. لا ما غلطش. بيقول لك انا طارق الشيخ بيحفظك تاريخ. انا بحفظك تاريخ. انا بقول لك كنت انت بتلعب طبله. انا كنت بقى كنت بلعب تاريخ. كنت بلعب كذب بس راسي. يا ابني يا ابني ده تاريخ كتالوج كده اسمه طارق الشيخ. وانا كتالوج ست شرايط سعد الرايه. ست مين فاكر لك اغنيه؟ ده انا فاكرها يا عم. مصري مين فاكر لنا الاغنيه؟ اسال الجمهور حضرتك ده. قول لي بقى مصر انهي مصر؟ انت بتغني في مصر تانيه؟ اسال الجمهور. لا اله الا الله. احنا في مصر تانيه. ايه الغرور اللي نزل عليك ده؟ عمي تواضع لله. انا بقول لك نفسي. انا عارف حد نفسي. تواضع لله يا استاذ طارق. بجمهوري انا عارف بشقايا وجمهوري. يا استاذ سعد العزيز. شيل جميله يا استاذ. انا خدتك ودفعت يا عمي. خدتني فين يا عم؟ هو انت شيل جميله يا استاذ. يعني لو كانت الدنيا وقعت دي كنت هتيجي تقول لي انت اديتني؟ بفضل ربنا بفضل ربنا بقالك بالظبط سنه بتشتغل بفضل الاغنيه دي. مش بالشغل. يمكن ايرادات شارع الهرم وفيلم شارع الهرم كانت ممكن تبقى من اغنيه طارق الشيخ. لا يا فندم. ما انت ياما عملت افلام ما جابتش ايرادات غير شارع الهرم. يدعي لي مش يتنك عليا ويشتمني في البرنامج حضرتك. عم انا ما شتمتكش. احنا بقول لك ايه؟ ما كانش يحلى يسلم على محمود عبد العزيز العبد لله اللي قال محمود عبد العزيز قدام احمد السبكي. هو محمود عبد العزيز جايب الاستاذ بعد احترامي ليك الاستاذ الكبير الاستاذ محمود عبد العزيز هو جايب واحد غاوي لسه قراداتي ما يعرفكش. هو عرف يسلم احمد السبكي. لا اله الا الله. ما يعرفش كان عايز يجيب عباسة حموده. دي غلطته على فكره. انت فعلا حطيت روج في اغنيه من الاغاني بتاعتك؟ في فيلم حضرتك قصه الحي الشعبي. اه ما 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 اسمعيني ياسين علي بس كده اللي هو ما يعرفوش حضرتك علي ولي الدين اللي بس كده كل الناس كلها حضرتك محمد هنيدي كل الناس الممثلين اللي فاهم حضرتك بيعملوا كان هو عشان حضرتك مش فاهم يعني تفتكر تتخيل الفنان طارق الشيخ يعمل دور ويحط روج؟ لو قالوا له خد 100000 جنيه يعمله عادي. ليه يا عم؟ وانا كنت خدت فلوس من حد قبل كده عشان اعمل ده موقف في فيلم يعني يا سيد الفاضل انت سيادتك احمد السقا عشان اعرف اتكلم معاك تقول لي تمثيل ومشهد تمثيل. تمثيل تمثيل ايه بس اللي قاعد قدامك اللي قاعد قدامك ده عامل 5 افلام حضرتك يا عم. هي بالافلام ممكن تكون غلطتك انك رحت عملت اغنيه معاه في فيلم فهو صدق. لا والله دي حاجه انا بعتز بيها والله. كنت فاكره ان الفنان طارق الشيخ فنان صغير صحاب. ايه اللي بيعمل الغيره او التنافس الغير شريف ده بين الناس؟ عرفت صاحبك عرفته ما عرفتوش كان كل ما بينا كنا اعرف صاحبك وعلى كنا انا وهو بنغش بعضينا. ايه يا ابو انت وحشني ده انت اللي وحشني ده. فلما حصل موقف لما حصل موقف إيه بينا على حقيقنا ايه اللي حقيقنا. عمل كده؟ انا والله ما اعرف اللي عمل كده. بس هو ممكن يكون هو اللي جواه كده. بس انا برضو اللي جوايا من ناحيته غير كده.
جواك إيه؟ بتحبه يعني ده بان يا استاذه بامانه انت كده يا استاذه مش مع يعني لا عشان غلطت فيه دلوقتي لا في بيحب حضرتك ده ممكن يقول لي انا غلطت فيه عشان يا استاذ انت يا دي انت بقول لك يا استاذ ان في حاجه اسمها طارق الشيخ تاريخ زي الناس اللي قبلنا ما ليهم تاريخ خلاص تاريخ واتقفل يا استاذ طارق قفل ايه يا ابو اتقفل انت بس يا استاذ الراس اللي اتقفل خلاص يا استاذ خلاص اتقفل طارق الشيخ عارف امتى عارف امتى يتقفل في سعد دلوقتي الصغير واوكا واورتيجا يا استاذ خلاص لا 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 راحت عليكم يا استاذ سيبونا بقى نشتغل بقى يا استاذ اقعدوا شويه على جنب يا استاذ طارق يا حبيبي ده مازال لحد دلوقتي في الحجار وفي الحلو وفي الاستاذ محمد صالح اقعد جنب ام حضرتك اقعد جنب مين اقعد جنب علي الحجار حضرتك ده في حماده هلال دول الناس بتغنى مالكش دعوه بحماده هلال ازاي ده في مهام كل دول بيغنوا حماده هلال شغال اقعد انت بس جنب اللي مش شغالين دول دول بيغنوا انما انت تابع اللي بتجيب 100 واحد وتترقص يا استاذ انا بقولها في كل حته انا ما بعرفش اغني باكل عيش انت حضرتك فرقتك بتسرق موبايلك انا بغني انا راجل بغني ربنا جعلني انا بغني يعني انا اسالك سيد انت انت عارف ان الفرقه بتاعتي بتسرق موبايلات انا بقول لك بقى الله الزباين انت عارف ان بعد الكلمه ديت ما تعرفش تنزل شبرا يا عم انا شبرا دي ده انا بنزلها من وانت لسه عندك 10 سنين اقول لك حاجه والله العظيم انت كذاب ولو نزلت كبر عربي هتتعور يا عمي والله لا لا العظيم لا. ده انا بنزل شبرا دي من وانت عندك 10 سنين بعد الكلمه دي انت كده كذاب ومش هعرف تعمل حاجه والله العظيم خلاص انا سيبك إيه انا هسيبك للفرقه الحراميه انا هسيبك للفرقه الحراميه يا دول اصحابي اصحابك تقول عليهم حراميه يا عم حراميه ده دليل ان انت من هنا اسود يا عم حراميه بان على هيئتك يا عم طارق بان بان اللي بتعمل فن الرساله رساله رساله اللي بتقدمها لا مش رساله لا مش خناقه يا استاذ استاذ طارق بيقدم رساله يعني انا اقول لكم هما مش هينفعوا مع بعض تقولوا لي لا اصحابه هيعملوا حلقه حلوه يقول على زمايله استاذ حرمتني يا عم حرمتني بقول لك الناس بيقولوا الناس اللي بيجيبوا الفرق معاهم ما تقولش انت يا استاذ هو انا قلت لك في لقيتك صحابك انا حد جه قال لي يا طارق سرق مني حاجه اقول له اخرس يالا يا عم يسرق ايه اخرس الفرق يا استاذ بس معلش ما كده حرام يا استاذ ظلم يا استاذ هو بيتكلم على الفرقه الكبيره ديت هو ما يحلمش يجيبهم لانه بخيل جاب فرقه 10 انفار على دماغي بس بيقدوا فن واحنا بنقدم فن بنقدم راس فن ايه الفن اللي بتقدموه إيه؟ يعني انت بتغني في التلفزيون يقوم العيال قايمين على طول متوضين ومصلين هشك بشك زينا لا لا مش هشك كله هشك بشك 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 كلنا بنضحك على الناس لا في حاجه اسمها الاحساس نعمه يا استاذ يا استاذ خلينا صراحه انت مش مديله فرصه ينطق يا استاذه برضو ما انا بقالي ساعه بتهزق وحضرتك قاعده ساكته الاستاذ حسن يوسف حضرتك استاذ حسن يوسف عمل متولي الشعراوي واحنا قاعدين عرفنا الرسول هاجر امتى ده فن حضرتك رساله يعني هو قدامه بيرقص هطلع بقى اطلع في التلفزيون اروح ضارب السجارتين واقول قفلت عليا يا بابي طب اقفل الدولاب بقى بالمره ايه يا استاذه في يا استاذه رساله ايه يا استاذه نتكلم عدل ربنا بقى ما انت لسه قايل عليه بخيل بخيل واسال الفرقه بتاعه اصل بخيل ليه عشان حد بخيل في مصر قد طارق الشيخ عشان الفرقه 10 انفار ده بيشرب الشاي حضرتك ينسى يقول للراجل ممكن تسخنه تاني لو سمحت يا ريت يا ريت انا كده محتاجه نصيحه منك لسعد الصغير بعد اذن حضرتك لو سمحت إيه لا اللي يقيمني حضرتك حد لا ما انت هتدي لي نصيحه اللي يقيمني مطرب اي حد استاذ حلمي بكر حلمي بكر حضرتك يقيمني اه يابا انا عمر بطيشه الشرنوبي طبعا اللي قام سعد الصغير طبعا تقييم مش حكايه تقييم مش قفلت عليا بابي هو اللي يقيمني انت اللي هتنصحه وهو هينصحك عايزه اعرف كل واحد شايف في التاني ايه لا يا اخوانا لا يا اخوانا لا 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 ده الاستاذ ده بيتكلم مظبوط عايزه اعرف ايه اللي ناقص سعد صغير عشان يبقى نجم من وجهه نظر الناس كلها مش بعض الناس مش بعض الناس يبطل الشغله دي اللي هي ايه الشغله كلها يبطلها خالص يبطلها خالص يبقى نجم والله هو رايه ان الناس اجمعت طب انت يعني تبرر بايه الايرادات اللي بيحققها في افلامه دي والافراح الكتير اللي بيطلب فيها بيشتغل طول الوقت عمره ما كانت بالشغل بس بالرصيد ايه الرصيد اللي انت هتسيبيه عند الناس يعني قصدك انه بعد ما بعد عمر طويل هو مش هيبقى محقق رصيد رصيد يعني هو لما يبقى عنده 50 سنه هيرقص هيبقى لما يبقى عنده 50 سنه هترقص يا سعد انت بتعيط سعد لا سعد بتعيط بجد ها لا لا يا استاذ انا مش مره يا استاذ انا ده انا جبته في فيلم وجبت معاه في فيلم وصرفت من جيبه الاخر على مر بحط احمر والفرقه بتسرق موبايلات انا ما يا عم انا ما قلتش فريقك بتسرق موبايلات انا بقول لك فريقك بتسرق موبايلات انت هتقعد تتمحك بقى
يلا استاذ نفسي لحد. طب كلينكس يا جماعه. لا خلاص يا زو خلاص. يلا استاذ. طب بتعيط ليه؟ انت اللي قعدت تخبط. معلش يا استاذ خلاص انا اسف. ايوه انت اللي قعدت تخبط فيه وبعدين بتعيط في الاخر. لا لا يا استاذ خلاص مش مشكله. ما شكرا يا كابتن. ها؟ انت اللي قعدت تخبط فيه وانا اللي عملته وانا اللي جبته وانا اللي سويت وانا وانا وانا. الراجل ما اتكلمش. يعني انت عايز تطلعه قدام جمهور انه ولا حاجه، تمحي كل رصيده اللي فات وتعيط؟ انت يا طارق يا شيخ اكذوبه. لا ده انا تاريخ. انت اكذوبه. ده انا تاريخ. تاريخ عندك في الشرابيه بس. بالونه وفرقعت وانا رحت جاي نفخك وعاملك مطرب من تاني. سروال على الناس بقى تشاور عليه. سروال ايه؟ سروال راس. سروال اي حاجه. انا ربنا جعلني سبب. والله باخرك تغني فرحه ابو اتاتا. دخلتك سمراميس يا جدع ده اهو. ما تقدرش. ده انا من قبله كنت بتمشي. ايه ده؟ من قبلك. عارفه كان بيقول ايه؟ سمرانيس ده من فضلك احترم. من فضلك احترم الادميه حتى. ده ادميتي يا حضرتك. ده اكبر منك. هي فيها ادميه حضرتك يا حبيبي. بقول لك ما كانش يعرف كل سمرانيس. كان بيقول عليه سمرانيس ايام ما كنت بطبل معاه. بحط تحتيها 50 خط. انت اسمك طارق رفعت مش طارق الشيخ. لا اله الا الله. اقول لك بتسمعك. اقول لك تاريخك يا نجم مصر. لا اله الا الله. ليه تاريخي في ايه؟ اقول لك تاريخ يا نجم مصر. كنت بلعب امور ولا حاجه؟ لا 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 عفوا يا نجم مصر. لا ليه؟ دي التاريخ دي اللعب القمار ده اهون. ممكن حضرتك تقفل الحلقه بعد اذنك عشان انا لو انفجرت واتكلمت انا مش هغلط في استاذ طارق. كان بيشتغل ايه؟ انا مش هغلط. ما هو اساليه. لما تسالني انا خلي انا بص كنت إيه؟ انا كنت شغال سواق عشان بس ما نسيبش خيال. قبل ما تغني كنت تشمل ثانيه واحده. انت عارفه كان اسمه ايه؟ ثانيه واحده. انت عارفه كان اسمه ايه؟ انا كان اسمي طارق دلع. ايوه ثانيه واحده. ايوه دلع. طب انا اسمي دلع. اتفضل. ده دلع وده عارف ليه؟ عشان بيدلع الناس. هو بيدلع الناس كان بيرقص. انما انا عمري ما رقص عشان خيال بس عشان خيال الناس. ولا بس ترقص ثانيه واحده لو سمحت. انا المذيعه هنا ولا حطيت احمر. انت جبت لنا حقنا وعمال يقول احمر اهو. اهو برايي اهو. اتفضلي. ولا البس بتوع اللي بيلبسوهم ورا ده اهو. انا بقول لك اهو. ممكن تقفل الحلقه يا استاذ عشان واحنا مش عارف ايه كده. اقعد ماشي. اتفضل يا دلع. ايه حكايه دلع؟ اتفضل يا دلع. عشان خيال الجمهور ما يوسعش. عشان خيال الجمهور ما يوسعش. بيقول استاذ طارق كان بيشتغل ودلعه. حلو على فكره. كده خيال الجمهور هيروح حته ثانيه. على فكره حلو الشو بتاع طارق دلع ده. حلو قوي. بغني بس كمني صغير فيعني اللي هو عارفه عيل متدلع. طب ايه ده؟ مش حاجه وحشه. مفيش حاجه. انت اديت ايه حق للناس؟ اهو واحد وسموه دلع. وليه؟ كان بيطلع ده يعمل كده فقال لك ايه ده الواد ده بالدلع. كان اللي بيرقص من صغره يفضل طول عمره يرقص. يا استاذ يعني مش انت على كفر. مش هيرقص. ما كنتش بترقص في حديقه الخالدين يا دلع. انا خالدين. تروح طالع. مين ده؟ تربيه تربيه. اضرب السكورتين ودلع ودلع. احمر هنا عشان الاستاذ نسيه قبل ما يجي الاحمر. بس انا عجبني عجبني الشو بتاع دلع وده ودلع. حلو قوي الشو ده. حلو. يا ريت تشتغل في السيرك. يا ريت. قول بقى اللي بيعملوا كده بقى. حلو حلو استاذ عزم. طب ما تقفلي حضرتك بقى. اقفلي بقى حضرتك. انت عايزانا نمسك في بعض يعني حضرتك؟ ما تقفلي حضرتك. انا مش عارفه الحقيقه اختم الحلقه ولا اتاسف لحضراتكم. اتاسف لحضراتكم ان انا كنت فاكره ان 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 الضيوف اللي معايا اصحاب وبيحبوا بعض، وكنت فاكره ان الحوار هيبقى راقي، وكنت فاكره ان في حد هيقول حد ويعترف ان هو استاذه ويعترف بالجميل ويعترف بكل حاجة. ولكن اللي حصل ده زي اللي بيحصل في الشارع كل يوم بالظبط، وهو ان حد يوقع من حد، وحد ان حد يقول كلمة فيسخن اللي قدامه. استاذ طارق قال دلوقتي ان ممكن يكون كان رد الفعل ممكن يبقى مختلف لو هو مش على التلفزيون. احنا صوتنا دايما بيعلى على بعض، حتى لو الكلام اللي سعد الصغير قاله النهاردة كله حقيقه، لان ما بنقولش حاجه في البرنامج مش حقيقيه، ولكن هي مقلب في طارق الشيخ. انت كنت عارف في الاخر؟ عرفت في الاخر. لا بس هو من اول ما دخل هنا اهو وقال لي موضوع قلت له لا بس انا كده يعني جيت في الاخر قلت لا في ايه؟ زودها. مش سعد خالص ده. ده اللي عايزين نقوله النهارده. احنا بقينا ابو السعود. شوفي انت مهما تقولي لي قلت لك انا ما ينفعش ان انا امسك امسك صحبة. فيه لان هو انا هو حبيبي. طب استاذ طارق من غير زعل خلاص ما زعلتش؟ لا 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 ده حبيبي. انا زعلان. يغني عشان ما ازعلش. طيب على خير واشوفكم مع سعد الصغير وطارق الشيخ.